هتقول لك ايه وترد عليها. ماشي يا ست. انا عرفت بيه من النادي الاهلي لان احنا من صغرنا في النادي، يعني انا عيلتي، يعني انا ابويا من احنا من السبعينات يعني، وارتبطنا في عن طريق النادي يعني، واتجوزنا والحمد لله جبنا اولادنا واحفادنا، وده شخص طيب وحنين بيحب اولاده قوي، بيحب احفاده جدا. تاليا وطاهر عنده دول حاجه يعني، هما بيقدروا عليه في اي حاجه يعني، اي حاجه احنا مش عارفين مش قادرين عليه فيها هما اللي بيقدروا يجيبوها لنا منه يعني. وهو طول عمره بيحب النادي الاهلي قوي، والنادي الاهلي ده عنده حاجه يعني لدرجه ان هو يعني اساسي طول ما هو متواجد. صلاه الجمعه دي اساسي بتبقى لازم في النادي الاهلي. واحنا كمان طبعا ارتبطنا مرتبطين بالمكان جدا، انا واولادي وليهم اصحابهم ولينا صداقاتنا ولينا ذكرياتنا ومعسكر مرسى مطروح، حاجات كتيره قوي. و لان ده طبعا حب النادي عنده حاجه يعني اساسي، وهو بيحب شغله قوي، من الناس اللي بتحب شغلها قوي، ومن الناس اللي لما يكون بيشتغل في مكان او في اي حاجه بيبقى يعني تبقى حياته كلها او تفكيره كله بيبقى في الشغل، وفي بيفضل يفكر في الشغل وبيفضل يفكر في يعني مخلص قوي بالزياده يعني. وان شاء الله ربنا يديله ويكافئه يعني، لان هو فعلا يستاهل حاجه كويسه قوي قوي قوي. تحياتي طبعا لمدام امنيه، وده عضوه قديمه في النادي وحاجه بسم الله ما شاء الله تفرح. هتلاقي ايه انت بقى شفت معاك الويل؟ طبعا السنه دي طبعا حياتي مقضين حياتها الحمد لله ربنا يديمها يعني، حياه فيها بقى كل التقلبات من الحمد وانا لله. من وانا بلعب وهي معايا، من وانا في الجامعه هي وعيلتها حاجه محترمه، ناس حاجه عاشت معاك على الحلوه والمره في كل شيء، كل حاجه، كل التقلبات وكل الازمات وكل الحاجات الكويسه. بس طبعا في الفتره بتاعت الامارات هرتني، خدت الفيزا وخلصت على كل حاجه. ربنا يخليها لكم ويخليك ليهم وتفرح ربنا فيهم. ربنا يخليها ان شاء الله يعني. ان شاء الله. معايا تقرير لاولادك، هشوف اولادك هيقولوا ايه ونرجع تاني نتكلم على بقيه الاسره كلها. طبعا انا ابويا ده مهما اتكلمت عنه مش هقدر اوفيه واديله حقه. بابا شخص طيب جدا وحنين جدا، حنين على ولاده وعلى احفاده، بيحب احفاده جدا، بيحب ولاده، بيحب ماما طبعا عشان ما تزعلش يعني. هو طيب وحنين وكده، ومخلص جدا في شغله، بيحب شغله. مهنة التدريب دي عنده بيعملها بحب مزاج يعني، يعني مش بيعملها عشان خاطر هو مضطر، لا هو بيعملها عشان خاطر هو بيحب المهنة دي جدا. وطبعا هو يعني فخور ان هو بينتمي للنادي الاهلي. النادي الاهلي ده بالنسبه له يعني ككيان ده حاجه كبيره جدا جدا. ودايما كده هو بيحكي حتى عن ذكرياته وبدايه انضمامه للنادي الاهلي من ايام الناشئين وكده، فبيبقى بيتكلم كده بحب يعني. هو مبسوط يعني، مبسوط ان هو بينتمي للمكان ده، وفخور ان هو شارك في انجازاته حتى لو بجزء بسيط، مع ان هو بطولاته كتير ما شاء الله مع النادي الاهلي يعني. وكانوا حتى دايما بيقولوا عليه ان هو يعني بيتفائلوا بيه، لان هو بيلعب في ماتشات الاهلي والزمالك ما خسرش ولا مواجهه ضد الزمالك، وغير بطولات افريقيا ما شاء الله طبعا، والدوري مش هنتكلم يعني في المواضيع دي. دي اي حد لعب في النادي الاهلي او عدى كده بس قدام النادي الاهلي بطولاته اكتر من انديه يعني. فقول النادي الاهلي طبعا احنا يعني، هو ما كانش هيبقى الاسم الكبير اللي هو ضياء السيد، الاسم يعني هو الاسم، هو النادي الاهلي هو اللي عملنا، هو اللي عمل الاسم ده. واحنا كلنا مبسوطين ومحظوظين ان احنا ابونا كان جزء من الكيان العظيم ده. طبعا بابا في البيت طبعا يعني شخص طيب جدا معانا ومع احفاده يعني، يعني ما شاء الله يعني هو بالنسبه لنا كل حاجه. ودايما كان بيحكي لنا انه النادي، انه لما طلع من النادي الاهلي قد ايه ان النادي عظيم، وانه شرف كبير جدا انه طلع من الكيان ده. غير كده كمان برضو هو حببني جدا في الكوره من وانا صغير، اما كان ماسك طبعا فرق الناشئين والشباب، كان بياخدني معاه، كان بياخدني معاه التدريب، وكان بيخليني بشوف الدنيا وبشوف الكوره. من الوقت ده طبعا حببني في الكوره.
وطبعا ايام ما كان لعيب يعني ما شاء الله، يعني طبعا ليه قد ايه، يعني ان النادي بيحكي انه ليه، ان النادي له فضل كبير عليه وعلينا، والنادي وان النادي الاهلي يعتبر بيتنا التاني. وطبعا شيء جميل طبعا البطولات اللي حققها مع النادي الاهلي. وبعد النادي الاهلي طبعا جه بعد كده فتره منتخب الشباب، ان ما شاء الله يعني في عمل شيء عظيم في التدريب، يعني ان ما شاء الله المنتخب الجيل اللي كان ماسكه هو ما شاء الله دلوقتي هو العمود الفقري لمنتخب مصر، من يعني من ضمنهم طبعا محمد صلاح، محمد النني، حجازي، هما الناس دي هي اللي شايله المنتخب دلوقتي. وبالنسبة له والناس دول يعتبروا حاليا هم ولاده طبعا، وما شاء الله التلاتة بقوا في حتة عظيمة دلوقتي. طبعا محمد صلاح واحد حاليا من أحسن 3 لعيبة في العالم، إن لحد النهاردة لسه بيعتبروا إن ملهم، إن هو ملهمه، ده طبعا شيء عظيم كلنا احنا في العيلة فخورين بيها، وحاجة عظيمة جدا لسه احنا كلنا بنفتخر بيها لحد النهاردة. هتقول ايه بقى لنوران اللي هي نوران دي حبيبتي بتاخد رأيها في قوية ويا احلل الكلام اللي قالته هتلاقيها بتقول كلام معناه كبير جدا. بتقول لك اللي يعدي من قدام الاهلي بطولاته اكتر من اي حد. طبعا طبعا. فشوف حب النادي، انا موصل لهم ده، هم لا هم اولاد النادي، هي مولوده في النادي. طيب كلهم اتولدوا في النادي. انا عارف اذا كان مدام امنيه موجوده اصلا كانت في النادي. مولوده في النادي. فكلهم مولودين، يعني ربنا يخليهم. احمد ما لعبش يطلع كوره ليه؟ لا ما بيعرفش خالص، بس بيشتغل دلوقتي، واخد دراسات تحليل زي وديته كورسات، وان شاء الله هيبقى موجود معايا في الشركه اللي قلت لحضرتك عليها. ان شاء الله في الشركه الرياضيه هيبقى له جزء كبير في عمليات الاناليسيز وعمليات الحاجات دي كلها. طيب ما تيجي نشوف احفادك بقى تاليا وطاهر هيقولوا لك ايه. دول حبايب قلبي دول. ربنا يخليهم لك يا رب. انا اسمي طاهر وبحب وانا بحب دايو عشان بيعمل انا عاوزه، وكمان دايو ما هيكونه، وكمان بحبه، وكمان في عيبة السناوي، صياح، أفسة، كمان كحيابة، كمان أفسة وصياح. اسمي تايا وعندي 5 وبحب دي، بس بحب أقول ودي مش بحب أقول جدو، عارفة يا عيبة، عارفة كحيابة، عارفة أفسة، وعارفة عبد القادر، وعارفة أوفا، وعارفة إمام عاشور، وكمان بقى عارفة مروان عطية، وكمان بقى بحب دول ني ساتانانا 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 نانا ساتانانا. ربنا يخليك. طاهر ده هيبقى لعيب كورة؟ هوديه السنة دي بدر عمل أكاديمية. لا نزل السن، خلمنا من 5 سنين و4 سنين، هو 4 سنين ونص وبجهز. انت شايف فيه هيبقى لعيب كوره؟ سريع ما شاء الله، عنده سرعه كبيره. وستلانه ستلانه بتلعب باسكت في فريق الباسكت في النادي الاهلي تالي. ما شاء الله ما شاء الله. هوايتك ايه غير الكوره؟ بتعمل ايه او بحب اقرا حاجه غريبه جدا، تصريحات المدربين. معظم تصريحات المدربين اللي بتسمع المؤتمرات بقى بعد المباراه بحبها جدا. بحب اقراها، ببقى احب اتابعها جدا. طبعا لو ماتش في جزيره ايه متذاع اتفرج عليه، احب اتفرج عليه. ايه غير الكوره؟ غير الكوره احب اتفرج على الافلام الاجنبي جدا. مغرم يعني بالافلام. مالكش في الافلام الابيض والاسود؟ بعشقها جدا. ايه الفيلم اللي بتشوفه بيرجعك للزمن الجميل؟ اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. يا عيني. بحبه جدا. بحب السكتش بتاع المجانين اللي موجود. بحب نجيب الريحاني. هو عمل 3 4 افلام
فبحبه في ساعة في في ال... وهو بيتمن الخروف وقاعد معاه الحبل بكذا والسلسله بكذا قال له زود شويه يعني الحاجات دي. ايه الاغاني اللي هي بترجعك للزمن الجميل او بتفكرك اول ما عرفت مدام امنيه؟ اغاني محمد منير كلها.